في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. كل واحد فينا الآن وضع له خطة لحفظ القرآن، كل واحد فينا، لكن في أمور ثلاثة مهمة يجب علينا كلنا أن احنا نتبعها في هذه الخطة القرآنية وفي رحلتنا لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى المهمة هي أن تكون مرن في خطتك القرآنية، لا تشد على نفسك. اليوم مثلا إذا أنت تحفظ وجهين في اليوم، مرت عليك أيام امتحانات، مرت عليك أيام ضغط عائلي اجتماعي، قلل، ما في مشكلة، تراجع في اليوم جزء جزئين، شفت نفسك صار الأمر عليك صعب لأي ظرف كان، قلل. هذه المرونة مهمة. الأمر الثاني، اغتنم الفرص الذهبية طول رحلتك القرآنية وانت تحفظ القرآن. شلون؟ دخل عليك رمضان، رمضان شهر القرآن، زيد من حفظك، اغتنم الفرصة. زرت مكة، زرت المدينة، هذه الأماكن الجميلة المقدسة، زيد فيها من حفظك ومراجعتك. المسابقات القرآنية، المهم من هذا الكلام أن أي فرصة ذهبية تيلك زيد من حفظك وزيد من همتك. النقطة الثالثة والمهمة جدا، أنك أنت تقيم خطتك القرآنية دائما بين فترة وفترة، وأنت تحفظ القرآن وأنت مع الرحلة القرآنية، قول هل أنا اليوم قاعد أطبق خطتي صح؟ هل أنا اليوم قاعد أراجع صح؟ هل أنا لما حطيت لي خطة أني أنا أحفظ بعد سنة أو سنتين القرآن، هل أنا قاعد أمشي صح؟ اسأل الشيخ، اسأل زملائك اللي معاك اللي ينافسونك في القرآن. هذه الثلاث نقاط مهمة جدا 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 وأنت تحفظ القرآن. وبإذن الله إذا اهتميت بهذه الأمور الثلاثة رب العالمين بيسر لك كل خطتك بإذن الله تعالى. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم. نحن الآن في مركز شيخ الإسلام مصطفى أفندي، هذا المركز متخصص في تحفيظ الشباب والأبناء حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا، ولكن الغريب في هذا المركز أن القرآن يحفظ فيه خلال سنة كاملة، دورة متكاملة عبارة عن سنة 35 طالب يحفظون القرآن، ولكن لا يذهبون إلى بيوتهم، يسكنون في هذا المكان، يأكلون في هذا المكان ويحفظون القرآن في هذا المكان حتى يتموا الحفظ كاملا بعد هذه الدورة. فأنا بعد ما شفت هذا المركز حبيت أني أقابل أحد الأساتذة والمشايخ في هذا المركز حتى يحدثوني عن الطريقة، كيف يعيشون يومهم الطلاب في هذا المركز وكيف ينتهون من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع السؤال شيخ حسين أستاذنا، ما هي الطريقة التي تتبعونها يوميا في تحفيظ الشباب كتاب الله سبحانه وتعالى؟ صباح namazından önceki programda
نبدأ البرنامج في زمن صلاة التهجد. أولا يصلون صلاة التهجد، طلاب يصلون، وبعدين يبدأون الحفظ حتى وقت صلاة الصبح. بعد أداء صلاة الصبح يستريحون قليل. معنا طالب من هذا المركز المبارك، وهو من جمهورية طاجكستان، اسمه عبد الرحيم، يحفظ القرآن الكريم كاملا. نريد أن نسمع منه قراءة من القرآن. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير. كم صحيفة يحفظ في اليوم الطالب؟ عندما أتى طالب إلى المدرسة نحن نختبر امتحان، يعني مثلا في صحيفة واحد كم ساعة يحفظ، هذا اختبار. عندما يحفظ في ساعة، مدة ساعة أو ساعتين، نقبل طالب ونشترط كل يوم 9 ساعات حفظ، وفي كل يوم تقريبا بين ثلاثة وخمسة صحيفة يحفظ. الله يجزاكم خير وبارك الله فيكم. يعني أنا في تركيا مررت على مراكز كثيرة حقيقة، اللي استفدنا منها أنا وإخواننا وحبايبنا فريق العمل أن شفنا أكثر من طريقة في تركيا في التحفيظ. يعني هذا المركز يحفظ سنة كاملة ينتهي الطالب من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. مررنا على الطريقة العثمانية في الحفظ، مررنا على طرق كثيرة، وكلها بالنهاية تؤدي إلى حفظ وخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا قارئ من أندونيسيا اسمه نوري زمان. سألت طبعاً، قلت له متى تحفظ القرآن؟ هل حفظت القرآن أم باقي لك شيء على القرآن؟ فقال باقي لي 23 يوماً حتى أختم القرآن الكريم كاملاً، وهو طالب من هذا المركز. المركز هذا سنة كاملة يقيم الطالب في هذا المكان حتى يحفظ القرآن الكريم كاملاً، يقول باقي لي 23 يوم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بحفظه للقرآن يا رب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. جميل جدا أنك ترى شخص يتعنى من دولة من أندونيسيا إلى تركيا حتى يحفظ القرآن، حريص على هذا القرآن، ويعرف أن هذا القرآن هو من يفرحه في الدنيا، وهو من يسعده في الدنيا، وهو رفع له في الآخرة. هذه نماذج لم أتعنى لها، ولم آتي لهذا المكان أنا وإخواني إلا من أجل أن نقتدي بهؤلاء حفظهم الله تعالى. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
كم أتمنى أن يكون في كل بيت حافظا متقنا للقرآن مثل عبد الرحمن جمال الذي التقيته في جمهورية مصر العربية واستمتعت بالحديث معه. حدثنا عن بدايتك مع حفظ القرآن شيخ عبد الرحمن. أنا بدأت حفظ القرآن وأنا عمري 7 سنين مع الشيخ سعيد محمد بن عمر طبيخ. نعم. و الشيخ سعيد اللي هو أبو محمد الصغير. أبو محمد. اللي حفظ القرآن عمره 8 سنوات. نعم ما شاء الله. سنوات. وفضلت معه وأنا من أول سنة ثالثة ابتدائي وختمت القرآن في سنة 5 ابتدائي. عمرك كم تقريبا 5 ابتدائي تقريبا؟ 11 سنة. 11 سنة حفظت القرآن الكريم كاملا ما شاء الله تبارك الرحمن. وبدأت أحفظ معاه القرآن بالتجويد. نعم. برضه على يد الشيخ سعد الطبيب برضه اللي كان بيسمع لي برضه. نعم. لغايه ما ختمت بالتجويد وانا في سنه ثالثه اعدادي. نعم. مع الشيخ سعيد. نعم. ثم بعد ذلك ذهبت الى الشيخ عبد الرحمن البدر. نعم. بتعلم عنده القراءات العشر. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب نبدا الاختبار. تفضل. الله يبارك فيك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه في أي سورة؟ سؤال سهل. سورة البقرة. نعم. يا رقم في بداية السؤال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. نعم. 120. هاي 120 ما شاء الله. سألت سؤال في سورة البقرة ومن إتقان هذا الشيخ ما شاء الله شيخ عبد الرحمن جمال قرأ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى فقال هي من بداية الصفحة وهي الآية 120. يحفظ القرآن أيضا برقم الآيات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي سورة هذه؟ سورة النحل. إن شاء الله. أي آية قرأتها؟ في بداية السؤال. نعم. 121. ما شاء الله تبارك الرحمن. جميل جدا أن تجلس مع متقن في القرآن يكون حافظا للقرآن حقيقة يعني بمن يحفظ القرآن ولكن لا يراجع القرآن ويهمل القرآن فتسأله من أي مكان لا يعرف أن يجاوب وفرق كبير جدا أن تجلس مع أمثال الشيخ عبد الرحمن تبارك الرحمن عسى ربي حفظه ويثبت القرآن في قلبه تجد متقنا للقرآن وهذا هو فعلا الحفظ الحقيقي عندما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظ في صدور هؤلاء عسى ربي ثبت القرآن في قلوبهم يا رب. من الجميل وأن تحفظ القرآن تستشعر شنو رب العالمين رح يعطيك وشنو لك شنو الأجور اللي راح تحصل عليها بحفظك لكتاب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا نقول ألف لام ميم حرف فألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني ألف لام ميم 30 حسنة والله يضاعف لمن يشاء. عاد اسمع معاي كم حرف في القرآن؟ 320,000 حرف بالقرآن كله مع هذا الفضل اللي رب العالمين أعطاك إياه في الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كل حرف بعشرة يعني 3,200,000 حسنة منو فيكم ما يبي هذا الأجر؟ يا حافظ القرآن استشعر هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. في واحد فينا الحين ما بدأ يحفظ القرآن؟ قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين
على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب.